أهلا بكم من جديد أدى التوقف المستمر منذ سبع سنوات لبرنامج البناء في مخيمات اللاجئين الذي تشرف عليه وكالة الغوث الدولية إلى تفاقم أزمة السكن في قطاع غزة وتبعا لتقرير حقوقي صدر أخيرا عن مركز الميزان لحقوق الإنسان ومقره غزة فإن العجز في الوحدات السكنية في القطاع بلغ خلال العام الماضي 96 ألف وحدة سكنية جدران بيوت متلاصقة هنا تختفي الشوارع الرئيسية والمرافق العامة من على سطح منزل ابو خالد يتضح المشهد اكثر لا يقوى السكان هنا على بناء وحدة سكنية جديدة في مخيم جباليا للاجئين هاي الدور كلها ملزقة في بعض يدار دار جاري فيها هي جاري بلزق فيها ما فيش شيء نفتحه كله مسكر على بعضه بدك يعني تدفئة للشتاء وبدك تدفئ للصيف بدك تهوية ما فيش شوارع المخيم تعج بالقصص كما تعج بالبيوت خمسون سنة مرت على سكن أبو سهيل في هذا البيت الذي بنته الأنروة زاد عدد أفراد أسرته ولم تزد غرف بيته ولو غرفة واحدة بتروح للوكالة بقول لك ما فيش بنا فش بنا هالقيت حاليا شاف كيف زي هيك يعني عايش في الدار طلع كم سنة اللي من السبعينات لهالقيت ناشطون رصدوا تاثيرات سلبيه متعدده عقب توقف مشروع بناء المساكن الذي كانت توفره الأونروا للمحتاجين من اللاجئين منذ اكثر من سبع سنوات. اليوم نحن امام بيوت متهالكه جدا وغير صالحه للعيش ولا السكن الادمي، هذا كله سيكون له تداعيات ضخمه وصعبه جدا على استقرار وامن المنطقه ككل. في هذا المخيم يسكن مئة ألف لاجئ على مساحة لا تتجاوز كيلومترا مربعا مساحة يظهر فيها البناء الرأسي ويغيب التنظيم والمرافق الترفيهية تحول اهتمام اللاجئين منذ سنوات من البحث عن السكن الملائم إلى البحث أولا عن الأمن الغذائي حقوق أساسية يتهم اللاجئون منظمة الأنروا جهة الاختصاص الدولية بالتقصير في تلبيتها تماشيا مع أهداف سياسية باسل خلف، التلفزيون العربي، قطع ووزع. وينضم إلينا من غزة سمير زقوت، نائب مدير مر... مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، أهلاً بك أستاذ سمير معنا. إذاً بداية لماذا توقف برنامج البناء منذ يعني أكثر من ست سنوات، سبع سنوات؟ يعني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين منذ أكثر من سبع سنوات. هي تشكو دائما عجزا مزمنا في موازناتها السنويه تقد يعني تطالب او تعلن مناشدات عاجله للمجتمع الدولي لدعم قدراتها وامكانياتها لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين الذين هم فقراء بل ومعدمين، طبعا برنامج اعاده بناء المنازل او ترميم المنازل كما يعلم الجميع منازل اللاجئين الفلسطينيين كانت متواضعة جدا بسيطة جدا أصبحت غير لائقة وفي كثير من الأحيان هي مهد تهدد سكانها بالانهيار على رؤوسهم كانت في السابق وكالة الغوث تقوم بتجديد هذه المنازل إعادة بناء لبعض المنازل منذ سبع سنوات توقف تحت شعار الأزمة المالية المزمنة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين والتي تفاقمت وتضاعفت بعد وقف الولايات المتحدة الامريكيه لمساعدتها وهي المساعده الاكبر الولايات المتحده الامريكيه كانت تساهم بنحو نصف مليار سنويا لدعم وكاله غوث وتشغيل اللاجئين، هذا بالاضافه الى الانهيار الاقتصادي، يعني الازمه الاقتصاديه الطاحنه التي ادت الى انهيار الاوضاع الاقتصاديه هنا في قطاع غزه والتي اضعفت من قدرات الفلسطينيين على القيام بسواء بناء او شراء او ترميم او اعاده تاهيل مساكنهم، لذلك طبعا اخذين في الاعتبار الحصار الاقتصادي، الهجمات الاسرائيليه واسعه النطاق التي تكررت على قطاع غزه والتي افضت الى تدمير عشرات الاف الوحدات السكنيه يعني نعم. وحتى اليه الامم المتحده لاعاده الاعمار بعد عدوان 2014 لم تلحظ الحاجات الانسانيه للمجتمع، ركزت فقط على اعاده بناء وترميم ما هدمه الاحتلال ومع ذلك نحن اليوم في عام 2021 يعني سبع سنوات على العدوان ولم يتم أو لم ينجز إعادة بناء طيب أستاذ ما دمره أمير. الاحتلال في عدوان 2014 ناهيك نعم. عن الحاجة الطبيعية نعم نحن نتحدث اليوم إذا عن مشكلتين مشكلة البناء ومشكلة الترميم كما تتحدث يعني هنالك بيوت كثيره بحاجه الى ترميم والا فانها تشكل تهديدا على اصحابها والساكنين فيها ما الذي ادى الى تفاقم هذه الازمه وهذا العجز بشكل كبير هل هو فقط تقصير الانوروا ام ايضا زياده عدد السكان والساكنين في ذلك المخيم ما الذي فاقمها يعني المشكله لها بعدين البعد الاول هو الحصار الاسرائيلي الذي افضى إلى يعني تدمير وانهيار الاقتصاد الفلسطيني هنا في قطاع غزة بالإضافة إلى بعض العوامل الداخلية المرتبطة بالانقسام الفلسطيني والسياسات التي اتبعت من حكومات الفلسطينية المتعاقبة سواء حسم رواتب وأجور موظفي غزة لحالة إلى التقاعد المالي وما إلى ذلك هذا بالإضافة إلى تراجع قدرات وإمكانيات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بالنظر إلى تراجع التمويل لأنه الموضوع أصبح سياسيا ترامب كان يرى في وكالة الغوث هي إحياء وشاهد حي على يعني نكبة الفلسطينيين التاريخية وبالتالي إنهاء الوكالة من شأنه أن ينهي ملف وقضية هي الأكثر حساسية نعم. في القضية الفلسطينية وهي قضية اللاجئين الفلسطينيين لذلك كانت هناك سياسة منظمة نحو تجفيف منابع تمويل وكاله غوث وتشغيل اللاجئين كمقدمه لانهائها تماما، لذلك لدينا زياده طبيعيه في النمو السكاني ربما هي من النسب الاعلى، لدينا كثافه سكانيه هي ربما يعني في المرتبه السابعه على العالم اذا ما قيس عدد السكان الى مساحه الارض. لدينا فقر شديد تحول الى جوع، انهيار اقتصادي ولدينا تحلل وتخلي سواء وكالات او او المؤسسات الدوليه التي كانت تعمل في الغوث والاعانه وما الى ذلك، الى جانب تراجع دور وكاله الغوث، كل هذه بالاضافه طبعا للعدوانات العسكريه الاسرائيليه المتكرره التي تدمر وبالتالي تزيد الوضع سوءا، هذا كله تضافر في ظل غياب موقف عربي واضح وواحد وموحد لجهه دعم الفلسطينيين، اسناد الفلسطينيين، دعم صمودهم وبقائهم في ارضهم سواء هنا في غزه او في الضفه الغربيه والقدس، نعم. انشغال الفلسطينيين حد الى حد بعيد بصراعاتهم نعم. الداخليه نعم بكل تاكيد، كل ما تذكره هو طبعا له ابعاد سياسيه وهو اساسي بكل تاكيد، لكن مقابل هذا الموقف السياسي الذي ادى الى كل هذه المشاكل، كيف يمكن مواجهة هذه المعضلة، معضلة البناء وترميم الأبنية محلياً؟ ما هو دور المجتمع المدني مع العلم طبعاً أن غزة محاصرة وأن التمويل غير موجود وأن الكثير من المشكلات اليوم مطروحة طبعاً خاصة مع جائحة كورونا والحصار والوضع الاقتصادي؟ يعني ببساطه اولا السلطه منذ نشاتها لم تلحظ ولم تضع سياسات وخطط لها علاقه بالنهوض بالاقتصاد الفلسطيني يعني اخذت بالنيوليبراليه بمعني اقتصاد يقوم علي الفوائد والضرائب وما الي ذلك لم تبني اقتصادا يمكن ان يقاوم ويمكن ان يدعم صمود الناس، واليوم نحن امام مرحله فارقه، نحن على مشارف انتخابات تشريعيه، انا اعتقد انه على الحكومه الفلسطينيه اولا ان تتبنى سياسات اقتصاديه تعزز من تدخل الدوله في الشان الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي تعزيز الاقتصاد الانتاجي الذي من شانه ان يمكن الناس، يمكن الافراد ويتخلصوا من الفاقه والعوز والحاجه الى المساعده والغوث. هذا بالاضافه الى ان وكاله غوث وتشغيل اللاجئين عليها واجب كبير نحو ان تصارع وان تقاتل من اجل توفير موارد ماليه ومن اجل اتباع سياسات تقشفيه داخليه لا داعي لجيش من الموظفين الاجانب الذين تفوق رواتبهم عشرات الوف الدولارات شهريا يمكن يمكن لسياسه تقشف بهذا المعنى والاعتماد نعم. او فلسطين الانور وعلى الاقل هنا في الاراضي الفلسطينيه المحتله ان يسهم بتوفير يعني موارد ايضا انا اعتقدها مهمه نعم. في التخفيف من حده الازمه نعم استاذ سمير زقوت اذا نائب مدير مركز الميزان لحقوق الانسان شكرا جزيلا لمشاركتك معنا مشاهدينا كانت هذه قضية اليوم انتظرونا غدا مع قضية جديدة والآن عودة إلى وائل وما تبقى من أخبار الظهيرة شكرا, دي. شكرا.